لعبت كيكو شينكاي كاراتيه، واللي اصبح رقم بالعراق برا لعبه كره القدم، جابت الدرجه الثانيه، وحاليا بطولتنا بطوله كردستان العراق واللي تقتصر على المحافظات الكردستان، ولكن شاركوا المحافظات العراقيه مثل تكريت كركوك هم شاركوا بهاي اللعبه. يعني ازيد من 15 نادي اليوم لعبوا هاي اللعبه، وازيد من 140 لاعب اصلها من اليابان، اصل اللعبه من اليابان، دخلت العراق من الثمانينات، وهسه اقوى لعبه بالفنون الدفاعيه بالعراق. جيت من محافظة صلاح الدين، ممثل نادي الإسحاقي، جينا ببطولة محافظات هوك، ببطولة قيمة تساوي هوك، بس كان نزالي ضد زميلي وصديقي لاعب نادي هوك، والحمد لله كان النصر حليفي، لأن بيها نوع من الاحترام والأخلاق، يعني أقرب مثال، فنتقاتل منا ونتباوس منا ونتراضى ونمشي، كأخوة أخوة خارج اللعبة وخصوم داخل اللعبه. والله ان شاء الله طموح هالساعه نحو بطوله العالم، بطوله العالم التي راح تقام بكازاخستان. اني اللاعبه شهلا حسن، لعبت كيكوشينكا كاراتيه بنادي الصقل كيوكوشين بالسليمانيه. اني اليوم شاركت وجبت المركز الثالث، وهوايتي هاي ما راح تنتهي بهاي اللعبه، وان شاء الله اطمح للاكثر، وادعو كل البنات اللي يقدرون انه يشاركون ما يترددون ويشاركون بها. طموحي ان شاء الله انه اوصل اكثر بطولات عالميه اشارك بها وبطولات محليه هماتي.